بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي تلفزيون دولة الكويت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم دائما وبرنامج مساء الخير يا كويت. نحن بإذن الله تعالى معكم من الحين لغاية الساعة 8، نقدم كل ما هو جميل وبعض الأحيان قد يكون عليه علامات استفهام للمنفعة العامة في دولة الكويت الحبيبة، والكثير من الفقرات الاقتصادية والفنية والسياسية. لدينا الآن موضوع مهم جدا، حيث اختتم مؤتمر التواصل الاجتماعي هاشتاغ الكويت أعماله وفعالياته برعاية وحضور معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، حيث شارك من خلال المؤتمر عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام من داخل وخارج دولة الكويت، والمزيد من هذه الفعاليات في سياق التقرير التالي. قامت العديد من الورش وندوات وحلقات نقاشية عدة قدمها خبراء وأكاديميون من داخل وخارج دولة الكويت، اختتم مؤتمر التواصل الاجتماعي الأول هاشتاغ الكويت فعاليته بمشاركة كل من وزارة الإعلام ووزارة الدولة لشؤون الشباب على مدى يومين. هذا وحملت الجلسة الرابعة لليوم الثاني من المؤتمر عنوان تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق والنشر الإلكتروني. هذا وقد تضمنت الفعاليات العديدة من ورش العمل والتي تناولت الكثير من الموضوعات المنوعة فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي ومناقشة العديد من الأمور الخاصة بالتسويق عبر هذه الوسائل وإيجابياتها، وأيضا استعراض بعض السلبيات ومجالات استخدامها وتأثيرها. احتفل مكتب الشهيد بمرور 25 عاما على تأسيسه كواحد من أهم الصروح الوطنية التي تقدم خدماتها لأبناء وأسر الشهداء. متابعة طيبة. برعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، مكتب الشهيد ينظم تكريم الشهداء ورعاية أسرهم بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما على تأسيس المكتب. طبعا اليوم مكتب الشهيد قام بمبادرة، هذه المبادرة جميلة جدا وفريدة من نوعها، وتعتبر مبادرة نوعية باستدعاء المتفوقين من ذوي الشهداء. يعني تفاجأنا باتصال من جهة حكومية أن اليوم يتم تكريم أبناء الشهداء أنا وأخوي علي كمتفوقين في المرحلة الدراسية، وهذه البادرة يعني تعتبر جميلة لأنها نادرة في المجتمع. يعني عادة اللي كرمنا الجامعات أو إحنا بيننا بين بعض كطلبة نحاول أن نقيم هذه الفعاليات، ولكن كجهة رسمية حكومية تابعة للديوان الأميري تكرمنا، يعني تحتسب لهم، ويعني شيء جميل نقدمه لهذا البلد هو التفوق. برعاية صاحب السمو أمير البلاد، ونشكر إدارة وأسرة مكتب الشهيد على احتفالهم فينا، وهذه بادرة مو غريبة على مكتب الشهيد، كنا إحنا أبنائهم من عمرهم ما قصروا معنا، ودائما قايمين بالواجب بمتابعتهم وحرصهم على أدائنا ومستوانا التعليمي والوظيفي كذلك. حابة أشكر كل القائمين على الحفل، وحابة أشكر الحضور على تواجدهم هني ودعمهم لنا، وإن شاء الله هذه مو أول شغلة ولا هي شغلة غريبة على مكتب الشهيد أن يقدم مثل هذه الفعاليات حق عياله، ونتمنى أن احنا نكون قد المستوى ونقدر نرتقي بدولتنا ونعطيها إن شاء الله المزيد. حضر الحفل ممثل سمو أمير البلاد، نائب وزير شؤون الديوان الأميري، ونائب رئيس مجلس أمناء مكتب الشهيد الشيخ علي جراح الصباح، وحضور الوكيل المساعد في الديوان الأميري مديرة مكتب تكريم الشهداء ورعاية أسرهم فاطمة الأمير، وضيوف الحفل من كبار الشخصيات بدولة الكويت. قبلكم أرادوا فأنجزوا. كل إنسان عنده شيء في داخله، هذا
هذه الفئة غالية علينا ومهمة في مجتمعنا. ندعمهم بكل ما لدينا من خبرة، بكل ما لدينا من قوة. ارفعوا اسم الكويت في شتى المجالات، في الرياضة، في الثقافة، في الفن. كنت أحلم أني أصير بطل أبطال العالم. تقدرون تسوون كل شيء. خلوا الناس تشوفهم، خلوا الناس تشاركهم، نموا مهاراتهم، طلعوهم للمجتمع، خليهم ينمون مواهبهم. خلك مثلي على الكرسي كني أميرة، وشوف مكاني بسمة مناظر تراب، وأنا الشاعرة المعاقة المبدعة الأميرة، ولو ماني أميرة مكاني بعد السحاب، ولو ماني أميرة مكاني بعد السحاب. مشاهدينا الكرام، نبدأ محطتنا الحوارية مع الأستاذ عبد الله عيد الشمري، رئيس حملة ترى أقدر ورئيس مجموعة جريدة الأمل الإلكترونية التطوعية. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أهلا يا مرحبا. يعني التايتل جدا مهم، الإلكترونية التطوعية. نعم. يعني ممكن أنا أتطوع عن, عن, عن طريق الدخول إلى الشبكة العنكبوتية وأدخل المعلومات وممكن أصير من كبار المتطوعين، صح؟ الله يسلمك. نعم. طيب قبل أن ندخل في التطوع، بودي أن أتحدث عن الجريدة هذه بالضبط. ما هي وماذا تقدم وأهدافها؟ طبعا جريدة الأمل الإلكترونية التطوعية. نعم. هي عبارة عن مشروع شبابي إعلامي تطوعي. انطلقت هذه الجريدة ب20/10/2009 بعد فوزنا في جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، وقام بتكريمنا سيدي صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. طبعا انطلاقة هالجائزة أو مضمون هالجائزة من بعد أيضا حصولنا على جائزة سمو الشيخ سالم العلي، أعطانا دافع أكبر كشباب كويتي أن نستمر لخدمة ذوي الإعاقة. يعني عفوا، هي بدأت كفكرة ومن ثم أصبحت على أرض الواقع. نعم. ودخلت في المسابقة وفزت بالمركز الأول. نعم. ما شاء الله. أي. وكان مضمون هذه الجريدة أنها تقدم أو تنقل آخر وأهم الأخبار لإخواننا من ذوي الإعاقة والأنشطة والبرامج المتعلقة فيهم. أي نعم. يعني تخصص يعني جل اهتمامها لذوي الإعاقة. نعم، لأن احنا رأينا، يعني أنا أمانة يعني قبل أدخل في جائزة سمو الشيخ سالم العلي، نعم، ما كان عندي يعني أمانة لا عندي شخص من ذوي الإعاقة ولا عندي اهتمامات بذاك الوقت تطوعية لخدمة ذوي الإعاقة. فجزاهم الله خير اللجنة المنظمة نفتحوا هذه المجالات، وكان من ضمن هذه المجالات تاريخ الكويت، البيئة، وكان قسم ذوي الإعاقة، فركزت على هذا القسم لأنه كان ما في منه. نعم. يعني ما في منه بذاك الوقت ب2008، فركزت على هذا القسم على أساس أن أنا أقدم فيه معلومات وأفوز فيه بالجائزة، وبعد ما فزت فيه بهذه الجائزة بدل ما يصير يعني كهواية أصبحت احتراف أو كقوة أو كتنافس، أن دشيت بروح المنافسة. نعم. أصبح هذا روح المنافسة اللي أنا دشيت فيه تحول إلى يعني الى فعلا الى 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 التطوع اللي انا الحمد لله حبيته وعشت فيه. طيب استاذ عبد الله، اهم الانشطه والفعاليات التي قامت بها الجريده. نعم. طبعا يعني الى جانب عملها بانها تركز على ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا الحمد لله احنا سوينا انشطه وايد، احنا سوينا دائما، احنا كل سنه عندنا برنامج لكل سنه نقدمه ميدانيا لذوي الاعاقه ولي امور ذوي الاعاقه. نعم. عندنا تقريبا في شهر واحد المخيم الربيعي اللي احنا الحمد لله تقريبا على مدار تواجدنا الله بعز البرد. اي والله نسوي المخيم الربيعي، وكان منه هدف جدا جميل المخيم الربيعي. نعم. مخيم الامل الربيعي السنوي لذوي الاعاقه وولي امور ذوي الاعاقه. هالمخيم هذا يعني يقدم يعني الترفيه والترويج، الترفيه ونقل. نعم. الخبرات. اليوم لما يلتقون اولياء امور المعاقين بعضهم ببعض، كل من ينقل تجربته للثاني بطريقه بجو أسري بجو عائلي، الكل يستفيد من عنده. هذه أيضا من الأنشطة اللي احنا نقدمها. عندنا ملتقى بزل الفتيات من ذوي الإعاقة، هو عبارة عن ملتقى شهري نقدمه للفتيات من ذوي الإعاقة بجميع المجالات المختصة فيهم. عدد العاملين في الجريدة أعتقد أن هذا جدا مهم. نعم. وخصوصا بأنها هي جريدة إلكترونية قد لا تتطلب الكثير من العاملين، صحيح أم لا؟ صحيح، يعني احنا تقريبا عددنا المسجلين رسميا في الجريده. نعم. من اول ما انطلقت الى الان تقريبا 82 شخص ما شاء الله. بس الفعالين، والله انا توقعت اقل. الفعالين لا امانه، الفعالين في يعني الاقسام عندنا. نعم. تقريبا 25 ل 20 شخص.
هذيلي اللي مكلفين ب يعني اقامه بشكل يومي بشكل يومي او بشكل احيانا بالاعمال الميدانيه نحتاجهم اكثر. نعم. للتنظيم او لنقل الاخبار بالموقع الالكتروني او بالمساعده لنقل الاخبار من خلال الوسائل الاجتماعيه. هو عمل تطوعي على ما اعتقد. صح. نعم. دون اجر. دون اجر، دون مقابل مادي. واحنا اليوم يعني ما شاء الله عاد شلون تغطي يعني التزاماتكم الماديه؟ امانه يعني في يعني بعض الواحد يدفع من جيبه؟ يعني امانه من بعض الشركات الخاصه تساعدنا بهذا الشيء، واحنا نامل ايضا من خلال برنامجكم ان نطلب يعني المساعدات ايضا من الشركات الخاصه بان تساندنا اكثر فاكثر لينتقل مشروعنا من جريده الامن الالكترونيه التطوعيه وان يصبح مركزا اعلاميا على مستوى الوطن العربي. حصلتوا على جوائز بسبب هذه الجريده؟ والله حصلنا على جوائز كثيره وعديده، لكن من ابرزها مثل ما تفضلت اول شيء في جائزه سمو الشيخ سالم العلي حصلنا بالمركز الاول، وحصلنا على جائزه بنك بوبيان للمشاريع التطوعيه بالمركز الثاني ايضا، وحصلنا على جائزه بنك برقان على افضل جهه تطوعيه بالمركز الاول، وحصلنا على الجائزه. هذه وايد مهمه لما بقولها فعلا، وانا افتخر بكوني يعني مثلنا الكويت كسفراء في دوله شقيقه خليجيه كانت على مستوى الوطن العربي. اللي هي جائزه الشارجه للعمل التطوعي. طيب. وقام بتكريمنا. نعم. حاكم الشارجه. انا شدني اسم الحمله. نعم. ترى اقدر. اي نعم. يعني لا تعتقد اني انا ما اقدر، ترى انا اقدر مثلك. الله يسلمك. حدثني عنها. حمله ترى اقدر اتت فكرتها تقريبا من زمان موجوده عندنا. يعني لا تقول لي اعاقه ما اعاقه، ترى حالي حالك. صح. نعم. وهذه الفكره ترى يقدر، وفعلا هو الشخص من ذوي الاعاقه قادر على ان يقوم بكل ما يود ان يعمله اليوم للانجازات او للمحافل الرياضيه. اذا تبي تتحدث عن انجازات اخواننا من ذوي الاعاقه. حمله ترى اقدر انطلقت تقريبا من شهر 9، احنا اشتغلنا عليها واطلقناها تزامنا مع يوم المعاق العالمي في شهر 12، اطلقناها تحديدا في 1/12، وتم اطلاقها بشكل كامل بالوسائل الاجتماعيه ب 3/12. كانت الهدف او الفكره منها ان احنا نطلقها حمله ترى اقدر لتقي يعني حمله اعلاميه توعويه لتفعيل دور اخواننا من ذوي الاعاقه بالمجتمع، وانهم جزء لا يتجزا من هذا المجتمع. ما في شك، احنا الاسبوع الماضي كان يعني كنا مخصصين ليس حلقه ولكن حلقات عن ذوي الاعاقه. واستضفنا في البرنامج وكيل مساعد للشؤون القانونية وهو كفيف. نعم. هذا أكبر دليل بأن كلامك 100% ترى أقدر، وهو قدر ودرس القانون ووصل إلى أعلى مستويات في الوزارة، وزارة الشؤون. هذا فعلا يعني هذا من النماذج، يعني أيضا عندنا من النماذج اللي نفتخر فيها هنادي العماني وهي كفيفة. نعم. اليوم وصلت إلى أول محامية ما شاء الله على مستوى الوطن العربي. هذا شيء نفتخر فيه كإنجاز كويتي، يعني سجل لنا من خلال هذه المرأة اللي فعلا نفتخر فيها وشاركها معنا بالحملة، وفعلا هي قادرة وغيرها من إخوانها من ذوي الإعاقة قادرين أن يحققون إنجازات لديرتهم الكويت وأن يرفعون علم الكويت في جميع المحافل الرياضية. كيف تحفز هذه الروح القوية اللي أنت تتمتع فيها وتنقلها إلى الذين يحتاجون إلى يعني مساعدات؟ إحنا ما ودنا نسميهم ذوي الإعاقة ولكن يحتاجون إلى مساعدات. البعض قد يكون محبط يقول لك معود أنا ما أقدر، أنا فقط كذا، أنا فقط كذا. فكيف ترفع من معنوياته ويصبح في صفوف الناجحين؟ نعم، طبعا من خلال هذه الحملة عندنا رسالتين. الرسالة الأولى اللي هي المعنية إلى أولياء أمور ذوي الإعاقة أن نحثهم على اكتشاف مواهب أبنائهم ودمجها بالمجتمع وأطلاقهم. نعم. إلى المواهب اللي ينتمون إليها. هذه كانت من إحدى الرسائل ردا على السؤال اللي قلت لي. الرسالة الثانية هي أن نشجع أخواننا المنجزين والمبدعين ونشجعهم برسائل تحفيزية. نعم. على أن يقومون بتشجيع أخوانهم الموهوبين ويطلقونهم إلى المجتمع. إحنا نعلم اليوم أن في أولياء أمور معاقين. صح. يخجلون. صح. أن يظهرون أبنائهم إلى المجتمع، فاليوم بالعكس لما تظهر إلى المجتمع راح يكون شخص فعال، راح يخدم ديرته، راح يملي فراغ أو راح يخدم مجال أنت ما راح تشعر فيه ولي الأمر إلا لما تشوفه، وراح تفتخر فيه في يوم من الأيام رافع علم الكويت عالي. بإذن الله المرة المقبلة نستضيفك ويكون لدينا يعني أفرع لهذه الجريدة الإلكترونية. الله. شكرا جزيلا لمجيئك لبرنامج مساء خير الكويت. الله يحفظك.
مشاهدينا الكرام، كل الشكر للأستاذ عبد الله عيد الشمر، رئيس حملة ترى أقدر ورئيس مجموعة جريدة الأمل الإلكترونية التطوعية. ما زلتم معنا في برنامج مساء الخير الكويت، لحظات ونعود إليكم، فكونوا معنا. لا تقول ما أقدر. الإعاقة طاقة. اطلقوا طاقات عيالكم، ادعموهم وافتحوا البيبان امامهم، واجعله شخص فعال بالمجتمع. الكويت بحاجه لكم، ونبيكم تحافظون على الكويت بكل محافل. رجاء لا تخجلوا من ابنائكم، نموا مواهبكم، واحنا كلنا معاكم، كلنا ايدنا بيدكم. عندكم الكثير وانتم احسن منا، وانتم العون، وانتم السند، والى الامام دائما. اذا كانت عندك الموهبه والشغف تقدر تحقق احلامك مهما كانت. ترى الدنيا فيها مجال كبير للابداع، ترى الدنيا فيها مجال كبير للابداع. وننتقل إلى الأنشطة التربوية والمعرض الفني الذي نظمته ثانوية ماريا القبطية ليبرز نشاطات الطالبات ومدى اجتهادهن في الدروس العملية. ثانوية ماريا القبطية نظمت معرضا من إبداع طالبات الثانوية، حيث تميز المعرض بالشمولية ما بين أدوات تعليمية وصور فنية وتحف ومجهولات يدوية وأيضا أطعمة وورش فنية ومسابقات موسيقية وفقرات منوعة تحت شعار الحديقة السرية. فعاليتنا اليوم هي إحدى الأنشطة التي تشجع وزارة التربية على إقامتها، وهذه الأنشطة تساعد في تساعد في تربية أولادنا أن يكونوا جزء فعال في مجتمعنا، أيضا تدعم المجتمعات أن يكون مجتمع المدرسة مجتمع فعال حيوي. وطبعا هذه الفعاليات تنمي المواهب، كذلك تساعد على أن يكون الفرد أن يعيش الفرد حياة مجتمعية بتجاربها بخبراتها بجدها بلعبها بكل ما فيها من قيم أيضا تربوية. اختيارنا حق مسمى الحديقة السرية هو اكتشاف الطاقات الفنية السرية داخل الطالبات وتشبيهها بالحديقة، وإظهار إبداع الطالبات هذه على شكل حديقة سرية. وما شاء الله المعرض واللوحات وايد حلوة، والحمد لله يعني الحضور كان كبير. استقبل سعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبد الله النواف الصباح بمكتبه صباح اليوم الأمين العام للدفاع والمدير الوطني للتسليح الإيطالي الفريق كارلو ماغراسي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ضمن محور الزيارة ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها، مشيدا سعادته بعمق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء مدير مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العميد الركن بحري محمد غانم الذياب.
افتتح معارض الصناعات الكويتية ليؤكد على الجودة والمنافسة فيما يتعلق بالمنتج الوطني الذي يلقى إقبالا كبيرا من مرتادي المعارض. متابعة طيبة في سياق التقرير التالي. في سبيل السعي لمواكبة الخطط التنموية وتلبية احتياجات السوق المحلية للمجال الصناعي بالدولة، افتتح معرض الصناعات والبناء الخامس برعاية وزير الدولة لشؤون الإسكان وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية وأكبر وأرقى شركات ومصانع التشييد والبناء بدولة الكويت والمنطقة، حيث شارك أكثر من 70 شركة تقدم الجديد في عالم التشطيبات والديكورات والمقاولات. شفنا كثير من المنتجات الوطنية اللي تطلج الصدر تضاهي بجودتها المنتجات العالمية. نطلب من المنتجات الكويتية المحافظة على الجودة ومحافظة على المقاييس العالمية. نأمل أنهما يدخلون في المنافسة العالمية لهذه المنتجات. ويقام المعرض الخامس هذا العام على مساحة 2000 متر مربع، وذلك لإتاحة الفرصة للرعاة والمشاركين بتقديم ما يرغبون به. وننتقل إلى محطتنا الحوارية الثانية في هذه الحلقة. من خلالها يسرنا أن نتحدث عن وزارة الكهرباء والماء وما تقدمه من جهد مشكور في توفير عنصري الحياة وهي الكهرباء والماء إلى كافة المواطنين والمقيمين. ويسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ عبدالله الهاجري، الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين بوزارة الكهرباء. وما أدراك ما الكهرباء؟ مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أهلا. الكهرباء والماء، يعني إحنا نقول يعني الماء شيء مهم في الحياة، وأيضا رديفه يكون الكهرباء. البعض يقول لك والله أنا استغني عن الماء بس ما استغني عن الكهرباء، والبعض الآخر يقول لك لا يا عمي أنا ما استغني عن الماء ولكن استغني عن الكهرباء. يعني في خلال هذا الحديث ممكن أن يكون هناك تناقض، ولكن إحنا ما يهمنا في هذا المقام نبي نتكلم عن فكرة في شؤون المستهلكين، وين وصلت؟ هل من جديد؟ هل من آفاق جديدة لهذا القطاع الحيوي؟ أي طبعاً شؤون المستهلكين هو قطاع يخدم مستهلكين الكهرباء والماء، وشؤون المستهلكين دائماً في تطور مستمر لخدمة المستهلكين. نعم. من بداياتها كانت التحصيل النقدي، ثم صار التحصيل على الكينت، ثم التحصيل عبر الانترنت، والتحصيل عبر الهاتف الجوال. يعني معناها ما عندك عذر، ما عندك عذر، الوسائل التكنولوجيا كلها متاحة لك. نعم. ادخل ودخل حسابك وكان الله غفور رحيم، لا تنقطع عليك الكهرباء والماء. طبعا احنا نشكر المستهلكين المتعاونين. نعم. ونشكر ايضا تلفزيون الكويت لانه قاعد يوصل هذه الصوره الى المستهلكين اللي ما عندهم علم. نعم. بال مثلا نرجع مره ثانيه طال عمرك، ممكن الذهاب الى الفرع وزاره الكهرباء، وممكن عمليه استقطاع من البنك، وممكن عن طريق الهواتف الذكيه، وممكن عن طريق الانترنت الدخول في الشبكه العنكبوتيه، صح؟ نعم. نعم. من خلال الدخول الى ما يعني موقع وزاره الكهرباء تدخل، بعدين قطاع المستهلكين هو تدخل على الحكومة الإلكترونية. الإلكترونية. نعم. نعم. وفي موقع وزارة الكهرباء. نعم. www.net.mew.gov.kw. نعم. هذا موجود في الموقع الحكومة الإلكترونية. يعني ممكن يعني يسأل رقم المنزل أو رقم القسيمة أو. كذا. البيانات المطلوبة دائما لما تدخل على الحكومة الإلكترونية. نعم. مطلوب فيها رقم المدني ورقم الفاتورة أو قصدي رقم العداد. الموجود عندك لأساس للخصوصية. للخصوصية. إيه حتى لا أحد يدخل على معلوماتك عند أحد مثلاً لقى رقمك المدني ويقدر يدخل على معلوماتك الخاصة. طيب أستاذنا الفاضل، مدى تجاوب المواطنين في هذا القطاع الحيوي؟ والله هني. تعتقد في حرارة في تجاوب؟ طبعاً إيه، يعني كان السابق كانوا من ما كان هذا التجاوب الموجود حالياً. يعني هذا دلالة عليه
التحصيل الحاصل الحين حاليا ارتفاع معدلات التحصيل بسبب تجاوب الناس المستهلكين، الوعي اللي صار عندهم والمعلومات ان هذه المبالغ المترتبه عليهم واجبه الدفع، وبالتالي شعروا ان اذا تراكمت هذه المبالغ راح تكون عليهم ثقل، فبدوا يستوعبون هذه النقطه ويتجاوبون مع وزاره الكهرباء وياتون الينا ويدفعون المبالغ المترتبه عليهم بالاضافه الى التسهيلات اللي تقدمها الوزاره لهم. العقاب لكل من تسول نفسه بعدم الدفع ما هو بالضبط؟ طبعا احنا هذه خدمه، الخدمه هذه لها مقابل. نعم. اذا انقطع المقابل تنقطع الخدمه. نعم. وبالتالي هناك قانون، قانون 48 لسنه 2005 صح يلزم الجميع المستهلكين بتسديد فواتير الكهرباء والا نقطع الخدمه عنهم. ما في كلام. ما في كلام. طيب في انذار اول، انذار ثاني؟ طبعا احنا نقدم انذار بالاضافه الى ان كل واحد الحين يعلم ان هذه الاضاءه الموجوده عنده والماء اللي يسبح فيه هذا ما نزل روحه يعني. ما ينزل من السماء. وان كانت امطار ولله الحمد في الايام الماضيه بس ما تكفي واحد يستحم فيها. وبرد يعني ما تقدر تطلع من البرد. ما يقدر برد. الكهرباء تدفي العمليه. لا اله الا الله، جانا برد شيء عجيب. وهذا يتطلب كهرباء على اساس التدفئه. فيعلم ان هذه الكهرباء لها مقابل. صح. وبالتالي يعني يجب عليه انه هو ذاتيا يروح يدفع للحكومه اللي مسهله عليه وتعتبر هذه مدعومه. يعني انت تعلم ان المبلغ يمثل 5% من اجمالي المبلغ المطلوب. صح. يعني الدوله تتحمل 95%، بالتالي يجب عليك يعني انت تبادر ان الدوله بتحمله. يعني كانك تقول له شويه تخجل شويه وادفع المفروض يعني الكل كلنا. طيب في البعض يعني يقول لك والله انا ما ادري، يعني يقول لك والله انا مشغول، يعني نلتمس العذر له. وللأسف الشديد تراكمت عليه الأموال. نعم. ويجد صعوبة في الدفع. في برنامج للأقساط المريحة أم لا؟ طبعاً إحنا لما صارت الحملة هذه من بدايتها من 2012 وإحنا دائماً متساهلين مع المعسرين في الدفع. نعم. في عندنا لجان متخصصة ترى شنو الإعسار اللي هو فيه، وبالتالي تقدم له تسهيلات اللي تليق فيه. وهناك قرار موجود في وزارة الكهرباء أن يتم دفع النص زائد وتقسيط على 18 شهر، ولكن الوزارة يعني فيها أكثر ليونة، راعت أكثر ليونة في بعض الحالات، وبالتالي يعني قاعد احنا نسهل لهم أمور الدفع. يعني ما ودك تخليهم غير كهرباء، ما هي صعبة. طبعا طبعا فأنت تبسطها له. قاعد نبسطها، لكن هم عليهم أن يتجاوبون. يعني أنت عليك مبالغ تعال لنا. بس حضرتك تحبذ عملية الاستقطاع الشهري، يعني تروح تجد ما عليك وهم يعني يقدروا الاستقطاع الشهري قد يكون مبلغ وقدره، يعني ما بي أنا أقول رقم على أساس أنه لا يعرف هذا. هذا أفضل شيء والله، كل الوسائل متاحة، عليه أنه يبادر الشخص. عليه أنه يبادر يوصل لنا، وبالتالي إحنا نسهل له أموره. يعني خل يوصل لنا هناك، احنا يقول والله انا عندي مشكله في النقطه الفلانيه، احنا ندرس حالته ونسهل لك الامور. طبعا كما يقال اخر العلاج اللي هو الكي. ما اعتقد يعني انت يعني قلبك رحوم تقطع الكهرباء عن اسره وكذا، ولكن يعني أسوأ الاحتمالات والضروره القصوى ان يعني تقطع الكهرباء. هل تم ذلك وبشكل كبير؟ يعني أتكلم عن عوائل قد تم القطع عنهم تيار الكهرباء والماء. لا إحنا ما صار عندنا الحين حاليا أن قطعنا كهرباء عن عوائل. يعني في خاصة المواطنين الموجودين. القطع صار على المياه. تركيز على المياه. تدري أن حتى الماء يعني شيء ضروري بالنسبة للحياة. صح. فمو معقول الإنسان راح يقعد بدون الماء. لكن الكهرباء لها ضرورة أكثر، قد تكون في أجهزة معينة في البيت تستخدم لكبير بالسن أو ما إلى ذلك يعني. صح. فإحنا اتجهنا إلى قطع المياه، ولكن عندنا الصلاحية في قطع الكهرباء. طبعا القانون يقول كذي. طبعا حضرتك أنت مختص بشؤون المستهلكين، ولكن لدي سؤال يدور في ذهني من زمان. يعني للأسف الشديد في فترة الصيف يكون ضغط على الكهرباء، ليس فقط في الكويت، العالم كله خصوصا. نعم. يعني تشتد درجة الحرارة وتشتغل المكيفات وأيضا الثلاجات وخلافه،
البعض يقول بأن لا يوجد في دولة الكويت قطع مبرمج، ولكن تشاهد أن بين فترة وأخرى الكهرباء مقطوعة عن منطقة معينة، غدا منطقة أخرى، بعد غد منطقة أخرى. ايش رايك في الحكي هذا؟ هل صحيح بان هناك قطع مبرمج؟ لا احنا ما عندنا قطع مبرمج في وزاره الكهرباء. بما تفسر الانقطاع الكهربائي عن مناطق؟ هذا في محولات قد تتعرض الى يعني انها توقف، هذه عمليه ميكانيكيه موجوده فيها داخل المحول، وبالتالي هذا ينتج كهرباء. الكهرباء هذه الموجوده هذه يعني ممكن تأثر في تحتاج صيانة معينة فتقطع عنها، لكن انقطاعها قليل وبسيط بالنسبة للإجمالي الموجود. يعني أنا أعتقد بأن الكثير من الأشياء اللي ذكرتها هي بالفعل مشروعات مستقبلية، خصوصا يعني شيء جميل بأنه ممكن أنت من خلال استخدامك للهاتف الذكي بدال ما تدخل على تويتر وطالع الصور وكذا وهذا ادفع اللي عليه. في اشياء جديده راح تكون في المستقبل يعني ان شاء الله. احنا في عندنا اشياء جديده، احنا الحين بنحاول ان عن طريق البنوك ان يكون الاي تي ام، نعم، دفع عن طريق الاي تي ام، بالاضافه ان راح ان شاء الله قريبا العدادات راح ترن نور، العدادات الذكيه، الدفع المسبق او الدفع المؤجل في العدادات الذكية، لكن الكل راح يلتزم إن شاء الله، وراح يعني نقضي على عملية الاستهلاكات المتأخرة هذه. في يعني إن شاء الله راح تشوفونها خلال سنوات قادمة، يعني مو ما حتبين الحين خلال سنتين ثلاث، لكن على المدى البعيد راح تشوفون ان هذه كلها اختفت والناس كلها إن شاء الله ملتزمة. أستاذ عبد الله الله يعطيك العافية. الله يعافيك. قواكم الله. الله والله يقول. العظيم، لأن بالفعل يعني أنا استخدمت الطوارئ كذا مرة، وبالفعل استجابة سريعة ومتابعة بعد طبعا حل المشكلة. نعم. هذا شيء جميل ويحسب لكم، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. هذا جهد طبعا كل الفنيين الموجودين بالوزارة، نعم، وعلى رأسهم طبعا معالي الوزير وكيل الوزارة. سهل مبارك فيك أستاذ عبد الله. بارك الله. مشاهدينا الكرام، كل الشكر للأستاذ عبد الله الهاجري وكيل مساعد لشؤون المستهلكين بوزارة الكهرباء. ما زلتم معنا في برنامج مساء خير الكويت، لحظات ونعود إليكم، فكونوا معنا. أهلا بكم مجددا، وننتقل إلى موضوع آخر يتعلق بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم حول جائزة البغلي لابن البار وآخر المستجدات والتطورات في هذه الجائزة الاجتماعية المتميزة. جمعيات الصحفيين الكويتية تستضيف المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج الفائزين في مسابقة جائزة البغلي للابن البار لعام 2015، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار السيد إبراهيم طاهر البغلي، والسيد فيصل القناعي أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية، والسيد علي حسن رئيس اللجنة العليا، والسيد عبد الرسول سلمان رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، وعدد من الناشطين والمهتمين بالقضايا الاجتماعية والإنسانية. لازم نستذكر اليوم شخصية مهمة جدا، هذه الشخصية كان داعمة كبيرة جدا لهذه الجائزة، كان يدعم يعني المتطوعين، يدعم جميع فعاليات هذه الجائزة من طرف في عام 2007، وندعو له إن شاء الله أن الله يفرج عنه، هو العم محمد طاهر البغلي، العم أبو فهد، نتمنى أن إن شاء الله يعود للوطن سالم غانم إن شاء الله. إن شاء الله والله فوق عقب ببركة دعاكم إن شاء الله. اليوم ما لي منطول عليكم، مثل ما قال عم مراد راح نعلن أسماء الفائزين في الجائزة. هي أربع مسابقات، الجائزة الأساسية هي لابن البار طبعا، وفازوا فيها 10 متسابقين، وكذلك جائزة أو مسابقة التصوير الفوتوغرافي فازوا فيها 3 متسابقين، وكذلك الفنون التشكيلية 6 متسابقين، والقصة القصيرة 5 متسابقين فازوا فيها. We'll be right back.
اهلا ومرحبا بكم الى محطتنا الحواريه الثالثه، ومن خلالها يسرنا ان نلتقي بسياده العقيد الركن متقاعد ناصر سلطان سالمين، مؤلف كتاب يوميات اسير كويتي في السجون والمعتقلات العراقيه. مساك الله بالخير ومرحبا بك في برنامج مساء الخير يا كويت. مساك الله بالنور والسرور، حياك الله. حياك طبعا انت موجود معنا في برنامج مساء الخير يا كويت، وايضا للصدفه جارنا. الله يسلمك، حياك الله، لنا شرف طال عمرك. الساعه المباركه. سياره العقيد يعني بالفعل العنوان يشد القارئ، يوميات أسير كويتي في السجون والمعتقلات العراقية. نعم. حدثنا عن هذا الكتاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في بداية الكلام أحب أن أشكركم على هذا اللقاء اللي تعطوني الفرصة أن أتكلم عن كتابي. طبعا أمس تشرفت في لقاء سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللي أثنى على الكتاب ودعمني لله الحمد، وهذا طبعا أوجه الشكر الجزيل لمعاليه. نعم. كتابي الله يسلمك يتكلم عن يومياتي شخصية اللي أنا كنت أسير. نعم، كنت أسير في المعتقلات والسجون العراقية من أول يوم من الغزو، من 3/8 خذونا ودونا أسرة في السجون العراقية. طبعا من سجن 3/8 إلى 27/3/91 قعدنا تقريبا 238 يوم في السجون، نتنقل من مكان إلى مكان. جميل. نبي نتكلم عن ما نقول ليلة القبض، ولكن يوم القبض عليك. يوم القبض عليك. طبعا ما يخفي عن المشاهدين أن 2/8 يوم تم الاجتياح. نعم، تم الاجتياح. طبعا أنا كنت برتبة نقيب في معسكر المغاوير اللي في المطلع. طبعا قمنا بواجبنا، بس كثرة تغلب الشجاعة. نعم. طبعا سيطروا على المعسكر. نعم. فجر 3/8 دشوا علينا ضباط. اللي هو يوم الجمعة. يوم الجمعة. نعم. يوم الجمعة الصبح طبعا. نعم. جو صارت مفاوضات، تبادل اطلاق النار، صارت مفاوضات. نعم. مع آمر المعسكر طبعا المقدم أحمد السعد المنيفي، نمسي عليه. طبعا خذونا من 3/8 إلى دشينا أول شيء. طيب. الزبير. الزبير. إيه نعم. طريق المطلع صفوان. طبعا قريت، طبعا مغمضين عيوننا. كلبشينا بالباصات رحنا. طبعا نحاول احنا من تحت نشوف يمين يسار، ولا آليات أسلحة على طول الطريق. وصلنا صفوان، شفنا لوحة مكتوب عليها طبعا عبارات عراقية ما احنا ذاكرينها، عرفنا ان احنا انتم في العراق، بالعراق. من 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 هذه اللحظة بدأ الأسر، ولا بدأت. طيب. معاناة الأسر. نبي الحين موضوع الكتاب يوميات أسير كويت اللي هو حضرتك. إيه نعم. في السجون والمعتقلات. طبعا إيه اليوميات هذه طبعا أتحدث يوم بيوم شنو صار فينا من 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 أول يوم تم القبض علينا إلى تاريخ 27/3. يعني فرضنا يوم 3/8 شنو الأحداث اللي صارت، اللي هي عملية الترحيل من الكويت، من الكويت إلى طبعا. نعم. مفصلها، حاطها على طول كلها بالتسلسل في السجن، وبالسجن تاريخ 4/8 تلقى كل شيء موجود. 5/8 6/8 6/8 وصلنا إلى معتقل. اختار لك يوم، عطني بس يوم واحد تحدث عنه. أي يوم واحد. أي يعني أيوم. بشكل عام نتكلم عن 4/8. 4/8 طبعا النظام البائد حاول انه يشكل حكومه مؤقته. نعم. طبعا اختار عدد من الضباط والقيادات، حاول انه يرغبهم، حاول انه يعطيهم امور معينه. طبعا ما لقى ان احد يتجاوب معاه، ما لقى الا كل الولاء وحب لهذا الوطن طبعا، واصرار انه لا نعترف بالنظام العراقي ابدا، ولا طبعا ولا نعترف في الحكومه المؤقته. صار هناك حروب نفسيه،
حاولوا أن يستعملون الشدة، يستعملون السلاح، التعذيب. السلاح التعذيب مع 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 الضباط. طبعا اللي عموم الضباط ما لقوا ولا واحد انه يتعاون معاهم وانه يشكلونه في الحكومه. طيب. المؤقته ممكن يعني ناخذ السؤال يعني البانر اللي على يمينك ونتكلم عن الصور. اعتقد الصور هذه معبره عن المأساة او المآسي التي ممكن ان انت تعرضت اليها في وقت الأسر. طبعًا. يعني الصوره الاولى هي يعني رسم، نتكلم عن الصوره اللي فوق على اليمين. نعم. هذه طبعا مبينه من الوجوه صدمه الغزو في ايام الاولى. نعم. طبعا الصوره الثانيه هذا عمليه شلون التحقيق. نعم. يدششون واحد واحد على المجموعه اللي موجوده داخل. نعم. يسالونه، يعطونه، يرغبونه، بس طبعا يطلع بالتالي اكيد انه رافض كل هالامور اللي معطينا اياها. الصورة هذه الصورة الثالثة هذه الوجبات طبعا. أيه. يجيبون لنا الوجبة بالقصعة، القصعة طبعا ما تكفي لها 4 إلى 5 أشخاص. أيه. انت يم عليها الصورة موجودة طبعا. هذه الرسومات كل أبوها رسموها الضباط داخل المعتقلات من وحي أذهانهم. صح. طيب. نعم. اللي على اليمين كانها كشتة طبعا، هي مو كشتة، هذه طبعا غسل المواعين. أيه. اللي موجود داخل المعتقلات والمعسكرات لازم طبعا تتخلي كل امورك كلها نظيفه. صح. حاولنا طبعا بقدر المستطاع ان نجعل من اي معسكر ندخله طبعا يتركون الايرانيين بحاله يرثى لها بعزيمه الشباب، بعزيمه الاخوان، نعيد بنائه طبعا، لان هذا هالمكان انت اللي بتقعد فيه. والصوره هذه الثانيه هذه طبعا بايام باوقات الفراغ طبعا. ممكن يعني تمتهن حرفه. نعم. هذا اللي قاعد يسوي المسابيح، مسباح من فصم الطعام طبعا، له طريقه معينه الواحد من الطعام، من الطعام، طعام التمر. اي نعم. من السلوق اللي يعطونا اياه نحتفظ فيه، النقعه، وتبدا الحف والعمليه طبعا مثل ما قاعد تشوفه طبعا. هذا الرائد طارق الحاجة ام الاختراع. هذا هو تحت طبعا المقدم احمد الخالد الصباح، الشيخ احمد الخالد الصباح معالي وزير الدفاع السابق. نعم. اي نعم. كان من ضمن الأسرة الموجودين معانا طبعا. نعم. مجموعة طبعا. هذا أنا رتبة نقيب. إيه. إيه هذا هو. هذا مجموعة من الإخوان الضباط. والله الحين أحلى. الحمد لله، الحمد لله. الواحد يقول على نعمة التحرير. أيوة. والحمد الله. لله على نعمة العودة للوطن. إي والله لله. الحمد لله، الحمد لله. والأخيرة هذه اللي على يمين الصورة هذه طبعا الصليب الأحمر يوم يومنا. آه. على أساس يطلعونا طبعا عن طريق الصليب الأحمر كان يدششون واحد واحد عليهم، يسألون سؤال واحد، هل ترغب بالعودة إلى الكويت؟ طيب. السؤال الحين يعني كيف ترى الإبداع تحت الأسر؟ يعني إحنا قلنا الحاجة أم الاختراع. إيه نعم. بس لكن هناك إبداع. طبعاً أتكلمك عن الإبداع. الإبداع أقول لك الرائد نادر الفرس نمسي عليه طبعاً، العقيد المتقاعد حالياً، هو اللي رسم هالأمور، الأمور هذه من داخل المعتقلات، احتفظ فيها. الآن دورنا إحنا إن شنو نوثقها. نعم. نوثقها ونحطها بهالكتاب اللي أتمنى إن كل بيت ما يخلى من هالبيت. مو دعاية لي، لا، أبي، لأن هذا حقبة تاريخية. صح. حقبة تاريخية مهمة. مطروح في الأسواق حاليا. نعم. نعم. موجود بالأسواق. نعم. حقبة تاريخية لازم كل من يعرفها، الأجيال الحالية، الأجيال القادمة لازم تعرف هالأمور هذه اللي مرت على الكويت في 90 و91. آه. طيب سؤال أخير، يعني المبدع دائما هو من يوثق الأشياء التي في حوزته خصوصا في ذهنه. نعم. شلون قدرت يعني تترجم الأشياء الموجودة في ذهنك إلى الكتاب؟ والله طبعا بمساعدة الأخوة الضباط ما قصروا معانا جميعا، يعني احنا ذاكرين اسم وخاف ننسى الاسم الثاني. خاف يزعلون علينا. اي والله، يزعلون علينا. كلهم حبايبنا. كل ابوهم حبايبنا. اي والله كلهم، كل احترام وتقدير. ما قصروا، اللي يعطيني صوره، اللي يعطيني قصاصه، اللي يعطيني ذكرياته، اللي يعطيني صوره. نعم. جمعناهم في هذا الكتاب. هذا الكتاب صور حيه من داخل المعتقلات، الضباط ولا الاخوان الأسرة بالزيارات هربوا الكاميرات وصورنا داخل. لا لا لا، احنا نرجع وان شاء الله بحوزه كتاب اخر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بدعم ان شاء الله معالي الوزير. نعم. اعطاني المجال ان شاء الله ان
ان نطلع ان شاء الله في خطاب ثاني. مشاهدينا الكرام، كل الشكر لسيادة العقيد الركن متقاعد ناصر سلطان سالمين، مؤلف كتاب يوميات اسير كويتي في السجون والمعتقلات العراقية. لحظات نعود اليكم الى برنامج مساء الخير الكويت، كونوا معنا. خدمة المواطنين والمرضى وتسهيل عملية التنقل من مكان إلى آخر في مستشفيات محافظة العاصمة، أهدت محافظة العاصمة بحضور سعادة المحافظ ثابت المهنة مستشفى الرازي صباح اليوم 4 سيارات جولف لاستخدامها في تسهيل التنقل لكبار السن والمرضى لانتقالهم بين أقسام وعيادات المستشفى الخارجية. وعملت محافظة العاصمة على توفير هذه الخدمة لكافة مستشفيات العاصمة. اليوم يسعدني، اليوم أنا أتواجد في منطقة الصباح الصحية لتسليم 4 سيارات جولف لنقل المرضى والمعاقين من موقع إلى آخر. خاصة إحنا نرى بأن متأكدين بأن مستشفى الرازي على المسافات البعيدة بين البوابة الرئيسية للحوادث والأجنحة مسافات بعيدة جدا، لتخفيف على هؤلاء المرضى يعني أحضرنا 4 سيارات لهذه الغاية. البداية نشكر فريق متقاعد ثابت المهنة محافظ العاصمة على قيامه بتعاون مع عدة الشركات بالتبرع ب4 سيارات صغيرة متنقلة لمنطقة الصباح الطبية التخصصية. هذه السيارات راح تقدم خدمة كبيرة لجميع المرضى بخاصة في مستشفى الرازي. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما في جعبتنا لهذه الليلة في برنامج مساء خير الكويت. نتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في تقديم كل ما هو جديد في ديرتنا الحبيبة. باكر لقاءات جديدة وموضوعات جديدة، إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.